ما داروا معنا حتى حل والو، حتى شي حل ما داروا معنا. جينا النهار الاول قال لك دير حنا ما بقيناش غنحبسوا عليكم، مشينا دابا 15 يوم عاودوا قال لك لا حنا راه حنا حابسين غدا حابسين. حتى ملي غدا حابسين شنو غيديروا هاد الناس؟ اش غيديروا؟ ما عندهمش باش يركبوا، ما عندهمش باش غيمشيو، باش غيديروا الدياليز؟ راه مدين عكرارس خدامين، واش اللي داير ما قالنا في يدو غيمشي يخدم؟ واش اللي صحته مشات ليه غيمشي يخدم؟ باش غيخدم؟ عدو هو ربي باش غيخدم هاد الدري باش غيدير الدياليز؟ واحد عمره 25 عام واحد في عمره 24 عام فاش غيخدموا؟ عطيتهم شي خدمه وما خدموش غير ما قالنا في يدو غيخدم بيها باش غيخدم؟ يموت الا صيفطهم يموت وفين غنمشيو حنايا؟ ما عندناش فين غنمشيو والو ما عندناش باه راه مريض شاد الركنة باش انا غنجيبو ندير لي انا الدياليز. راه دايره معنا المزيان ماشي ما دايراش معنا، راه اربع سنين هادي وهي كتعامل معنا. كنطلبوا السيد الرئيس يلقى لينا الحل في اقرب وقت، حيت ما يمكنش نتسناو 15 يوم، راه صعيب الحال. راكم عارفين الدياليز، راه انتم ادرى بهذا الشيء، راه ماشي حنا اميين في هذا الشيء، ولكن انتم راكم عارفين مول الحصه راه الا ما دارش للغد كيتحسر. الله يجازيكم بخير، نطلبوا السيد العامل اللي تدخل لنا، انا مزوقين في الله وفيك سعاده العامل، الله يجازيك بخير الا ما تدخل لنا في هذا الامر هذا. حنا راه جايين كنطلبوا دابا، راه ما جايينش كنديروا الفوضى ولا شي حاجه، حنا جايين كنطلبوا باش نعيشوا. انا عندي السيده كدير دياليز ثلاثه الحصات، عرفتي الحصه بشحال وما خدامش. ولا كان هادشي سميتو يطلبكم باش تبحثوا بحثوا علينا، ما كاينش المشكل، حنا مستعدين. دابا المشكل اللي كاين هو ان دابا الناس ديال الدياليز اللي ما كيعرفوا اللي ما كيعرفوش الناس، هو انهم ما كيقدروا يخدموا ما والو، غير كتما غادي كتمشى ولا شي حاجه كتسخف، يعني ممنوع عليك تخدم ولا دير شي حاجه، خاصك غير يلاه كتكافى مع شقابر راسك تشرب دواك، وتا هو الدواء غالي تقريبا واحد براواش خارجي لينا ضروري خاصهم كتزيد بهم الدم دايرين مليون ونص. وبالنسبه لنا حنايا لا سينيسيس كينقصوا عليهم، اما حنا راه ما عندنا لا سينيسيس لا والو، ضروري اوبليجي عليك تشري دوك البراواش. واللي ما عندوش مسكين اللي ما خدامش، الوالد انا راه ما خدام والو غير خدام بالناي. الله يحسن العوان، الله يشوف فينا وصافي. هادشي اللي بغيت نقول من الحق ديالنا لوليداتنا مرادين. انا مريضه بالقلب، بنتي تاهي كدير الدياليز، ما عندناش عشاء ليله ما عندناش، لموجود الله جابنا حتى لهاد الحاله، حنا ما خدامين، ما عندنا اللي يخدم علينا، ما عندنا حتى شي حاجه. عندنا الله سبحانه وتعالى وهاد الناس يشفقوا فينا ويرحمونا، راه حنا ما عندناش دراوش ما يديروش لينا بحال هكايا، حنا صعيب علينا هاد المرض. بنتي انا راه يومين ما دارش الدياليز، دابا اش غندير لها؟ ما عندي ما غندير لها، ما عندي لا باش ندوز ليها لا باش ندير لها حتى شي حاجه. حنا كانوا هاد الناس معاونين حقيقه، ولكن بغينا يبقاو معاونين معانا حتى نوقفوا حنا على رجلينا. حنا ما كرهناش الغالب الله، ما عندنا في غنمشيو، ما عندنا اي باب اللي كندقوا عليه ما كاين شي واحد، بغينا يوقفوا معانا. والسلام عليكم، راه الله سيدي ربي مطالع بينا. مريضه وعند القلب وعندي الكلاوي، ها هو دوايا ديال القلب. الراجل مريض ما تيشوفش، ما عنديش ما قدرتش نهضر. وهاد الناس عاونونا الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بخير، ولكن بغيناهم يكملوا معنا، الله يرحم لهم الوالدين. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.